إذا قلت الحقيقة كل هالمحبة اللي عم بيفرجوني إياها وإنهن عم يدعموني أكيد رح يكرهوني بعدها، بما أني متزوجة ونمت مع رجال غريب. كيف؟ كيف؟ وإذا هلأ حكيت إنه شو صار معي؟ شو رح يصير؟ كران مهتا طلب مني اشتغل ببرنامجه، كنت مبسوطة، دائما كنت عم بحلم بعد الراديو اشتغل بالتلفزيون، ومين بتجي هيك فرصة وبيضل قاعد ببيته؟ كمان ما كنت أحب ضيعها من إيدي، مشان هيك جربت اقناع براتيك ووافق على الفكرة، وبعدين صرت روح على التصوير بالسر يعني، وكذبت على ماما وكنت إلا إني رايحة أدرس وهيك شغلات. ومرة كنت بالتصوير. لا تلمسني، روح من هون هلأ هلأ، بتروح من هون، قلتلك لا تلمسني. انت غلطتي لما ضربتيني. تركني عيطي. باري، كل هذا صار؟ ليش هيك عملتي؟ براتيك، ما كنت عرفانة إنه هاي الضربة رح تموته، وتاني يوم كنت بدي أقول للكل شو اللي صار، بس انتشر الخبر بالجرايد إنه كاران ميتة، إنه انقتل. باري، كل هذا كان عم يصير معك وأنا ما معي خبر بهالشي؟ كان على الأقل لازم تقولي لي. أخي، يلي عملته باردي هي عملته للدافع عن حالها، هي ما أنا غلطانة، ونحن منقدر إنه نساعدها، مو هيك؟ لا، لازم تاخذ جزاتها وتتعاقب. بس بابا، برديهي شو عملت؟ ياش، القانون يمكن يسامح برديهي، بس أنا لا، ما رح سامحها أبداً، لأنه حتى لما كانت هي عم تشتغل بالتصوير كانت مخبية هالشي عني، وبتعرف إني ما رح وافق. ما تعلمت من قبل، هي كذبت كذبة ورا كذبة، اشتغلت مع كرام بدون ما تخبرنا، وليك هلأ شو صار؟ ليك بشو ورطتنا جريمة قتل؟ هالشي ما بينغفر أبداً. ما عاد فينا نرجع نوثق فيها من أول وجديد. ما فكرت إنه هي كنا العائلة سينديا، رحتي مثلتي وغنيتي ورقصتي باري، حطيتي راس أخي ومرته بالأرض من ورا عمايلك. هيا باري، لو ضليتي قاعدة بالبيت مثلك مثل أي وحدة هون ما كان صار هيك، وما حدا كان استرجع يتطاول ويغلط بحقك أبداً. الغلط اللي صار كله بسببك، انت بتشتغلي مع الغربة ونحن اللي بتصير معنا كل المشاكل، هذا الشيء انت بتتحملي مسؤوليته مو حدا غيرك. آسف كتير بابا، أنا مو معك بهذا الشيء أبداً. إذا المرأة اشتغلت برا بيتها هذا ما بيعني أبداً إنه هي ست مانا منيحة. بصراحة النسوان عم يعرفوا كتير منيح إنهم يوفقوا بين البيت وبين الشغل. وبخصوص قصة بارديهي، شو ما كانت عم تشتغل بالتلفزيون أو بالراديو، بابا هي موهبة
ومو الكل عندهم ياها ابدا. بابا انا لازم اقول لك انه نحن ضروري نسامحها. اي بابا، برديهي فنانه ونحن لازم نحترم هذا الشيء. ايه، هي كانت غلطتها انه ما خبرتنا شو صار. خلاص ياش، كرمال وحدة غريبة رح تزعل أبوك منك كمان؟ هاي البنت مو غريبة بابا، هاي البنت من عائلتنا. لو كان في عندي أخت، لو أنت جبت بنت، ما كنت رح تسامحها بابا؟ لو أنها غلطت، أكيد، أكيد رح تسامحها. مستحيل، أبداً. حتى لو كان اللي عمل هيك من لحمي ودمي، رأيي رح يضل مثل ما هو. وأنا ما بقدر سامح على الكذب والغش. وإذا اجت الشرطة لهون ومسكتها من هالبيت رح تاخد جزاتها الصح. بابا، بابا بترجاك لا تقول هيك، سامحنا نحن اثنين. بابا، بابا باري هي كل حياتي، أنا كتير بحبها. بابا مو بس باري، أنا كمان كذبت. بترجاك ساعد باري. هلأ هلا هي بحاجة إلنا كتير، بترجاك. هلا لسه كنت عم قول ما بقبل حدا يكذب علي، حتى لو كان ابني ومن دمي. وهلا يلا اطلعوا من بيتي، يلا اطلعوا. وفيني اقول ما عندي غير ولدين. بابا ما نو موافق ياش، والشرطة رح تجي بكرة. هلأ شو لازم نعمل نحنا؟ يعطيك العافية، أعطيت الوصفة لبرشانت بس هو ما عم يتجاوب، كتير صعب. ما عاد في غير طريقة واحدة حتى ننقذه، لازم نزرع له نقي العظام بأسرع وقت ممكن وضروري. معلش تاخدي الولاد معك، لأنه شايفة كيف البيت متوتر. طيب دكتور، بصراحة أنا بدي أشوف ابني طاب ورجع من جديد، ما فيي شوفه عم يموت قدامي أبداً. نقي العظام لازم ينزرع بأسرع وقت، ضروري يصير. أنا ما عندي غير طريقة واحدة حتى أنقذه فيها، ولازم خبي هالشي عن أرضي وياش. ياش، الساعة 9:30 والمحقق قال إنه بده يجي على الساعة 10. أخي، لازم تكون الكفالة جاهزة قبل ما تجي الشرطة لهون. ياش، كيف بدك أنا نعمل شيء أبوك مو راضيان عنه؟ خلص، أنت شو بدك؟ بابا ترك لي اياه، بس بترجاك لازم نعمل شيء لنحل هالقصة. المحكمة تفتح 11 الصبح، بس تفتح بعمل ورقة الكفالة. مرحبا استاذ سينديا، جيت مشان اخذ مرتك فيديهي سينديا، لانه هي متهمة بقضية قتل كارن ميتا. حضرة المحقق، كارن ميتا المخرج، أنا اللي قتلته. وأنت مين بتكوني؟ أنا برديهي سينديا، أنا كني بهالعيلة